السلام عليكم ورحمه الله، معاكم اسم مروه مدرسه الجيل الجديد. ان شاء الله باذن الله النهارده هناخد معاكي جي 2 من صفحه 43 لحد صفحه 45 كتاب الوزاره، ومن صفحه 46 لحد صفحه 50 هوم ورك بتاعنا. نبدا مع بعض. صفحه 43 اول نشاط عندي بيقول لي استمع وانطق ولون. استمع، هنسمع نشوف الحرف ده بيتقال ازاي. الاول يا يا، نردد ورايا كيجي يا يا. طيب الياء عندي ليها شكلين، منفصل يعني لوحده، ومتصل يعني متصل بماسك في اللي بعديه. طيب بيقول لي لون، يبقى لون يا كيجي حرف الياء عندي منفصل ومتصل، واللون حرف الياء اللي موجود جوه اليوسفي اللي على الشجر. عندي ياء هي نلونها ياء 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 ياء. نيجي للنشاط اللي بعده. نشاط 2 بيقول لي اقرا. عندي هقرا كلمه نقراها مع بعض. ها عليها ضمه بقولها هو، واو عليها فتحه بقولها و. نقراها مع بعض هو. يعني ايه هو؟ هو دي اكيجي ضمير، ضمير بتكلم بيه عن حد مش موجود، كلمه يعني بتوصف حد مش موجود. يعني انا دلوقتي عايزه اتكلم عن ولد اسمه محمد، ومحمد ده مش معايا، فاقول ايه؟ هو، اقول عليه هو. طب نشوف كل صوره هتبقى معايا مع كلمه هو هنقراها ازاي. هو يغسل، هو يطير، هو يغني، هو يقرا، هو يقفز. النشاط اللي بعده بيقول لي صل حسب الصوت. يعني هنشوف كل صوره من الصور دي كلهم بيبتدوا بحرف الياء، نشوف كل صوره حرف الياء فيها التشكيل بتاعه او الضبط بتاعه هيبقى ليه عليها فتحه ولا تحتيها كسره ولا عليها ضمه. اول صوره معايا صوره ياسمين. يا يا ياسمين، برافو. يا عليها فتحه، نوصلها بيا عليها فتحه. تاني صورة معانا يا يا يقطين. يا يا يقطين، يقطين دي كيجي نوع من انواع الفواكه، نوصلها بالياء عليها فتح. تاني صورة معانا يا يا يد. يا يا يد، يا عليها فتحة. رابع صورة معانا يا يا يمامة. يا يا يمامة، برافو. سمع ناس تقول يا عليها فتحة. رابع اخر صوره معانا، خامس صوره معانا يو يو يوسفي. يو يو يوسفي، برافو. يا عليها ضمه. النشاط اللي بعده بيقول لي ضع الضبط المناسب. عندي اول حاجه قلنا عليها يقطين. يا يا يقطين، الياء عليها ايه؟ عليها فتحه، برافو. تاني صوره معانا يا يا ياسمين. يا يا ياسمين، يا عليها فتحه. ثالث صورة يا 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 ماما. يا 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 ماما، يا عليها فتح. رابع صورة يا يا يد. يا يا يد، يا عليها فتحة. آخر صورة معانا يو يو يوسفي. يو يو يوسفي، يا عليها ضمة. النشاط اللي بعده بيقول لي اقرأ ثم ارسم. نقرأ الأول يا كيجي الجملة بتاعتنا ونشوف إيه المطلوب فيها وبعدين نرسمه. بيقول لي السمك في البحر. السمك في البحر. طب يا كيجي هنرسم مع بعض بحر وفي سمك. نرسم بوابي. النشاط اللي بعده ارسم دائرة حول حرف الياء. عندي مجموعة
الطائر.